صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في الماتينال كيما العاده. نجيكم ان شاء الله نكونوا ضيف خفيف الظل عليكم من 9 نتاع الصباح حتى 11، ومن بعد الاعاده تتفرجوا فينا من مدي ساعتين للاربع. صباح الخير للشيف. صباح الخير. صباح الخير. صباح الحمد لله. احنا مازال ما بديناش وانت بديتي تعاودي. صباح الخير. انا بديت ونعاود بالزايد. مرحبتين بيك لاله. صباح الخير ساده المشاهدين اللي فاقتوا، مرحبا بكم، راكم على الماتينال مباشره. احنا توا قشر فثو امبارح، امبارح الزيتون وامبارح زيتون، عرفنا شويه خدمتي تفصيص. شوفوا لي الناس دي. اسمع اسمع عطار، عندي تفصيص هذا. شنو هذا؟ واش تقول هذا؟ بحي فسس فيهم بابوش بيغورنو. شو تقول بيغورنو؟ باهي هذا بيغورنو، هذايا اللي هك طويل باغورنو. ها باغورنو بوغورنو شو اسمه هذا؟ هذايا البيغورنو، هذايا وهذايا سي لو بيلو. دونك زوز فرق ما بيناتهم، كونه واحد هذايا طويل عنده كيما الذيل هكا وفي شوك وهذايا يكون ارطب منه شويه. هذوما بابوش بحري كيف ما قلنا، التوانسه برشا ما يعرفوش طريقه استعماله، وبرشا يعرفوا طريقه استعماله، يسكنوا في المناطق الساحليه ينجموا يستعملوه. البابوش هذا بنين برشا وغني برشا بالبروتينات. اليوم باش نطيبوا بطريقه خاصه، كنا عملناه سلطه كانت تفكر رخيص بارابور القرنيط. القرنيط الكيلو نتاعو مش عارف وصل حتى 30 دينار 28 دينار باش تعمل سلاد دو بولب. هذايا يعمل لك سلايطه بنينه كيما سلاد دو بولب، وتزيد معاه حاجه ممتازه من عند فكام اللي هو المول. المول هذايا مقشر حاضر باش سوغجيلي، نخليوه جوست يذوب الثلج نتاعو ونحطوه في السلايطه نتاعنا هو والبابوش. البابوش اش عملنا له؟ خذينا الكعبه هي كامله صمتناها في الماء، هذه بردت معناها ما تنجمش يمكن تنحى 100%، نعم ديجا تنحى. منين يبدا سخون نملصوه نقولوا احنا، يعني نحيوه من القوقعه نتاعو بهالطريقه هذه. وهذايا نستحفظوا به، نجموا حتى نزينوا به في الجرده تحت الشجر غيره. بالحق عنده استعمالات يزينوه الصغار، نعملوا له ماتيريه بالقواش واحد. دونك نقول له ساره حداد هي اللي تسمينا المره الجايه. اوكي مشيت معاك. دونك نشوفوا كعبه البابوش كيفاش القلب نتاعها شنو يكون، كله لحم فيها بارتي هذه اللي هي في الفم ظفر. كيما الظفر بالضبط نتاع الانسان، يتنحى يطيش على شيره، وهذايا الشير نستحفظوا به. انا نشوف اش عملت هنا، ديجا نظفته. كيفاش نظفته؟ غليته اول حاجه في ماء وخل باش تنحى منه الرائحه الزفره، ومن بعد ما ملصته يعني نحيته. وين هي كعب؟ هذه فارغه. نحط ماء وملح. هذه فارغه، هذه كلاتها كلاتها دره هذه. ايوه ريتها والله. نجم تحط ماء وملح. اي اما هو بما انه من البحر وفيه برشا ملح، نحطوا من المستحسن ماء وخل. واول حاجه ينظف، ثاني حاجه تطرى اللحمه نتاعو كي نحطوا له ماء وخل. ونجي هنا نحي هذا الفر هذايا اللي في الفم بهالطريقه، ونلقى الشير نتاعي اللي هو الهبره الصافيه، نغسلها في الماء والخل برشا مرات بعد ما نحيها من القوقعه نتاعها. وقتها باش نطيب بها اليوم مع هالمول البنين من عند فكا، معاه كيف كيف عندنا الكلامار اللي هو حاضر باش مقصوص جراير. هذايا باش نعمل بهم مقرونه مثاومه بنينه فيها قرين فلفل برع بيه. ما نحكي لكمش ممتازه ياسر المقرونه. ايوه هذيك الصحفه بحالك لا تنساها، هذيك الحقه بتاعها. ها باي القطوس هذايا، هذه كل الكل هذيك ديجا باش تعرفوا دره في الريجيم ديجا. دونك نكمل مع البابوش كما قلنا، ومعها الكلامار من عند فكام. هذوما ثلاثة باش نعمل بهم مقرونة ممتازة اللي ما تجي بنينة وفاوحة إلا ما يكون فيها طماطم سفير اللي هو مدشش عندي بالثوم وعندي بالحبق. هذوما زوز باش نخلطهم مع بعضهم ونعمل بهم صوص مشخشخة بالكدا بالكدا، ونحط فيها قرين فلفل برعبيد قرين فلفل أخضر. يزيك 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 تحب تحكي. أيوب لا لا كمل كمل أحكي، مش على الحكاية باش نفك لك شوية طماطم اليوم. تعي تقف شو تعمل شنو؟ عايشه انت عندك سمارت شيف. لا 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 بالحق؟ لا 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 استعملنا احنا بالطماطم. اها ايش عندك؟ طماطم هذيا الشيحه. الشيحه لا 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 خليك يا بنتي خلينا سمعتنا يهديك. شيء شاده صحيح اي شنو شاده؟ وذي الكونكاس ريت وانا راني ناس ملاح هذوما اللي نخدم بهم انا السفير. شنو تخدم بهم هذوما؟ شنو نخدم بهم الخبز. بحق احنا عندنا 30 خبز. 30 تحب تروح كيف خبز؟ كيف خبز هاني سكت. شنو الخبز اللي باش تعمل به؟ شدوا من اليد اللي توجع. الخبز شنو اليوم؟ اليوم الخبز سميدو فارينا باش نعملوا بالطماطم شريحه سفير وبنين برشا برشا برشا، وبزيت زيتونه الفخويتي سفير ديما شايفه فتحيه، وباش نحط فيه قلوب مقشرين. قلوب الكحول هذا القلوب الكحول مقشرين يتباعوا هما فقطوه في تونس مقشرين،
وباش نحط فيه راهو الطماطم الشايحه كي تخلطوها مع البسباس كعب لذة اخرى بنينه ياسر ياسر تعطي مطعم بنين برشا. باش نخلطهم الثلاثه في الخبز وتشوفوا نتيجة الخبز اليوم. الخبز اللي هو فيه فرينه وسميد، في خميره سمخت شيف انستونتاني كالعاده، زوز كالعاده، زوز كالعاده، حطيت كيلو ونص معناها حطيت رطل السميد وكيلو فرينه، نحط عليهم مغرفه سكر ديما عندي مغرفه سكر في وسط الخلطه نتاعي، نحط عليهم مغرفه ملح، وباش نقص الطماطم باش ناخذ شويه ساعه من المهروشه هذيا باش نحط منها في وسط باش تعطيني شويه الكولور وشويه المطعم، والاخرى باش نقصها اون بتي كوب بتي مورسو صغيرين ونعجن فوالا باش تبدا مرسويت. نحط القلوب نتاعي فوالا شيخ خبز زاده خبز شويه هذايا خبز طوماط سيشي مش تونسي ما مش تونسي هو راهو ما تقوليش مش ما فماش حاجه مش تونسي هي كرياسيون من عند فتحي لا انا ذقته في البلاد عملت وعملت وقديت كيف مادام بيدي التونسي التونسي الخميره كي العاده كيما نحبها انا ديما في الشفا ديما في الحرف ما نحطش ما نلصقهاش لا للسكر لا للملح. الطماطم قبل ما نعمل حتى شيء نجبدها وزوما شبهه طماطم فريمون تهبل، نقصها مرسويت باش نعجن بها الخبز. ما نساش ناخذ قد نحب ايوب ولا نشرح مع سفير الخير بزيد اي به الحمد لله يا ربي. وتو تشوفوا كي يذوقوا الخبز باش يوليو ديما يحبوا الخبز مخلط بالطماطم الشيحه حاجه روعه فريمون. ونعملوا انا ديما دي بتي بان صغيرين طويل هذايا باش نعملوا الونجي كيما البلانكيت. بالله فتحيه نحب نقول لك حاجه. اي قول. يعطيك الصحه على الخبز نتاع البارح اللي هو عملتي بالفاسون تركي. روحت به انت الكل. انا روحت بكعبه والله كعبه برك. حتى لك لعبت كل كعبه تعبت. وعفاتني من حاجه عفاتني اللي ما نشدش الصف قدام الكوشه امان راني نتعدى الصف يبدا ضارب كان نقول لك نقعد باهت الناس عمرها لا كلت خبزه. يا سيدي انت عندك فتحيه روحك بخبزه باش تعمل راهو ليه يسمع يهز عاد انت خذ كعبه انت اقسم خيرك انت وحده زوزنا يبدا يجري ورانا والله حاجه ما قصيت الطماطم باش نحط شويه زيت اللي راقده فيها الطماطم تاعتي المطعم فيها حاجه فيها الزعتر والجو هذاك الكل هذوك دي تكنيك نعطيهم للجماعه اللي نحبهم اللي نحبهم سفير فوالا توا باش نحط الماء ونعجن خبزي الماء اللي هو العادي الماء بيان سيغ انا قلت لكم راهو باش نحط شويه بسباس يفوح الطماطم راهو البسباس كعب بنين ياسر في وسط الخبز بالخص كي يبدا هذايا يعطي مطعم بنين ياسر. نحطوا للماء ماء من السباله راهو لا تسخنوا ماء لا حتى شيء يسوفي من بعد باش تاخذوا الشقاله اللي عجنتوا فيها راهو يتخلط تخليط معناها اللي يحب يعجن خبزه انا ما كذبش عليك عندي اختي ماهيش طياره في العجنين كيفاش البارح تحيه الكاه تحيه الكاه نعرفها اختي هي الصغيره الدلوله ما تعجنش ياسر البارح كذا عملت لها خبز في الدار بيان سيغ كي روحت عجنت لها نفس الخبز اللي عملته هوني قالت لي يا بحليه الخبز شبيني انا ما نعرفش قلت لها يا بنتي خلط وتخليط راهو الخبز اللي نعمله سهل لا يلزمه لا ماكينه لا عركان لا حتى شيء خلط وتخليط يجيك خبز باهي تو باش نروح اليوم نعلمها الخبز هذا نعطيكم كلمه باش نعلمها واحنا تو باش نعلموكم اش تعلميني انت معلمك حتى يا ايوب تعلمني انت يا معلم اقعدي معي لحظه في كوجينه هرسي ثوب هاني جيت فيك خدمت اليوم لا امورك واضحه دونك كيف ما قلنا باش نعملوا المقرونه نتاعنا هذه بالبروديات الممتازه من عند فاكامبي وانا اخترت المول واخترت الكالامار باش نعمل توا باش ناخذ البابوش هذايا بعد ما غسلناه برشا مرات في الماء والخل كما قلنا البابوش هذايا يسموه في بنزره البكومه وفي جرب البقرلو وفي جهات اخرى يسموه بقرلو في زرعلو بقرلو في زرع كلمتي هذه دونك هذايا البابوش هو اللي باش يكون مع المول اللي هو كيما معناه بابوش نتاع البحر الكحل في قلبه مليان من عند فكام حاضر باش دونك نضيف باش نحطوه هو في الزيت نتاعنا ما يبطوش برشا راهو الصوص هذه في دقائق تكون حاضره فيما انت هرست الثوم بحول الله الصوص نتاعنا تكون حاضر قدرت ربي هرست الثوم يا ايوب ما حبش تهرس لي حتى كعبه ما حبش تهرس شوش تعمل ديما شويه ملح في المهراس باش ما يزلقش الثوم دونك يولي يتهرس رابيدمون هذيك استيوس هرسي عشان صلي على النبي وليت اباري فايب ليه ماكينه
شنو باش نزيدوا هنا مع المول من عند فكان باش نزيدوا هالبابوش هذايا البيلو باش نزيدوا معاه شويه فلفل مهرس حاضر باش يعطينا الهريسه الدياري الممتازه من عند سفير. الهريسه هذه كيف ما قلت الفلفل ما فيهش قلوب هذايا معنا ما يجرحش حتى المعده نتاعنا ونظيف وحاجه ممتازه. فاطمه نكته زيت طيب تحب محرحره المقرونه ولا لازم محرحره؟ شكون اللي جاب الحكه باش تروح لحظه؟ انا ما جابش تكلم انت تقول لها محرحره من ريت وقتاش نحطوا الزيت ايوه نعرفوا خاطر يحب لي برشا على كيفك على كيفك ميرسي. نحط الزيت وقت اللي نجي نرطب الخبزه مش وقت نعجن. باهي برشا. الخبز فاوح وبنين. يبدا بس في الاخر بعد التبسيسه تعطي راهو في الاخر ما تعطيش من الاول. باش الفارينه تشرب الماء نتاعها وتفحها. صحيح. شوفوا هنا نقليو شويه الفلفل الهروس اللي هو الهريسه الدياري من عند سفير، الهريسه هذه كما قلت لكم راهي ماهيش هريسه صبه معرضه للغبره والوسخ وغيره، حاضره نظيفه كونديسيوني وخاصه فيها لا تخسابيليتي نتاع المراقبه الصحه وغيره. دونك هنا باش الفلفل لازم يتقلى شويه في الزيت باش تخرج الرائحه نتاعو مع البابوشه الانواع نتاع البابوشه حطيتهم الزوز باش يشدوا الرائحه نتاعو. تحطي كمون بتاعه. ولا لا كمون لا عليه لا 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 الكمون والحوت هذوما ما نحط لهم في الويد مير الا ما يكونوا ماهمش فريشكين باش نغطي هيك الرائحه الخايبه نتاعها. جامي ما استعملش كمون مع الحوت. انا برشا يحطوا الكمون والهريسه العربي مع الحوت وترشون جمله باش تطعم طعمه الحوت والبحر. احنا سبحان الله معناها ربي عطينا بلاد مزيانه برشا كيما تونس، البحورات معناها فوق الألف كيلومتر فيها معناها من السواحل الشاطئيه راهي معناها عندنا لي برودوي الفريشكين اللي نتمتعوا بهم خير من غيرنا. دونك ماذا بينا ما نقتلوش الرائحه والطعمه نتاعهم بهالكمون ومش عارف شنو. دونك نخليهم بنان كيف ما هما وفريشكين. نشوفوا هنا باش نحط انا الكالمار نتاعي من عند فكام كيف ما قلت لكم مقصوص حاضر باش مع انواع البابوش هذوما مع الفلفل يتقلاو شويه دوبلا يتقلاو فوحهم شويه فلفل اكحل هكا نزيد عليهم شيشه ملح ما نكثرش خاطر ديما منتوجات البحر فيها الملح. ها دونك نردوا بالنا دونك هكا باش نزيدوا عليهم الطماطم هذه المدشه بالحبق وطماطم المدشه بالثوم ونخليهم يغلوا شويه ومن بعد نحط فوق منهم المقرونه نتاعي. مرسي فاطمه. شنو مازال لي للمقرونه هذه؟ مازال لي شويه معدنوس هكا مقصوص جيد اللول مع المعدنوس شوية. اي شويه فلفل برع بيض ومغرفه الثوم هكا والمقرونه نتاعنا اوب حضرت الكلها باش نسوتها كيف ما قلت لك راهي في الويد مير ما تاخوش برشا وقت في المقله في ساعه طيب معنا هذه شوفي مقرونه ما عندهاش درج مع بعض ليهلي دونك يذوب هذه شويه معناها يتفوح مع بعضه كثوم نحركها ونصب المقرونه نتاعي والسلام عليكم البلا عشاك احضر يدره عشان في دقائق وين خبز تيتعجن وانا مازلت ما خدمتش هاي اللي بدات لا تجي برا خدم على روحك خدم على روحك فاطمه ليه شو اسمها هي؟ مياو اسمها مياو ليه ليه انا ايوب باش نجيب له محاربين بالعاني راهو اي باش يقصوا مع السلاطه باش يقصوه باش يقصوه قلت لهم بكري بلي اللي لابس لك حلقه صوري على 6 4 باش نحط لك كامل برمضان خاف خاف. ألوغ صباح الخير سي سفيان. صباح الخير بارك الله فيكم على الاستضافة. الجربي بيجي أنا أكثر واحدة تنجم تحفظ الأسامي راهو أنسى ما نعرفش نحفظ الأسامي درة وحبيبة ديجا ساعات نغلط بيناتهم. دونك أسيدي على شنو باش نحكيو اليوم؟ اليوم باش نحكيو على رياضة الكندو. الكندو اللي هي رياضة المبارزة بالسيف الياباني. اللي هو ماضي ولا سيف الياباني؟ بون حبيت نحطكم ديجا في الاطار كيندو. كيندو هي كلمه يابانيه متكونه من جزئين. الجزء الاول كين اللي هو السيف، دو اللي هو الطريق يعني طريق السيف. هذه رياضه يابانيه عريقه معناتها عندما وقت فتره الساموراي في اليابان القديمه. الياباني بحكم انه الفيلوزوفي فلسفه الساموراي منغرسه برشا في اليابان كيفاش باش يحافظوا على التراث هذايا فاستنبطوا رياضه الكندو اللي هي رياضه المبارزه. المبارزه مش بالمبارزه التقليديه مبارزه يابانيه عملياتها في السقف ويعملوا حتى الشروط نتاع معناتها النقاط اكسبسيونيل طبعا بعديك في الديمونستراسيون كي باش نعملوا ديمونستراسيون نفسر لكم شروط النقاط في الكومبيتيسيون فوالا جوست
حبيت جوست نعرف بالرياضه هذه معناتها في اليابان اللي هي معناتها ابار انها فن حربي وكل اليابانيين يلوبليج معناتها يلزموا الاولاد الصغار في ليكول بريمير انهم يعملوا الكندو واللي براتيكون معناتها المتعاطين في رياضه الكندو في اليابان قرابه 1.7 مليون متعاطي معناتها 180 الف للجيدو اللي هي تعتبر رياضه اولمبيه لو كندو في اليابان حتى في اوروبا البلاد رجال ونساء معناها سي معناتها نساء ورجال واولاد وبنات و شغالا وكبارا فوالا ليكسيبسيون في الفن هذايا انه يل سو براتيك معناتها يتعاطى من اللي عمره 5 سنين انا عندي وليدات وبنيات صغار عندي بنتي 4 سنين البراتيك لو كندو حتى ل 80 سنه و 90 سنه علاش لانه سي دي لو سكريم معناتها سي دي كيما نقولوا نحن بالسيف ما تطلبش معناتها طاقه كبيره برشا معناتها فيزيك علاش نتعطاوها للسبور هذا علاش c'est un défoulement. C'est un sport explosif. معناتها ما نعرفش كيفاش نقولها بالعربية معناتها انفجار الطاقة. اي وبعديك باش نفسر لكم في الديمونستراسيون انه النقطة ما تتمركة من بعد ونفسروها بالكدا النقطة ما تتمركة الا اذا فما عيطة. رياضة الكندو c'est un sport qui se pratique avec beaucoup de. ايوه qui se pratique. كما سي سفيان يتمرن avec beaucoup de kiai معناتها كي نمشيو للدوجو معناتها و يتمرن معناتها وين نمارسوا رياضة الكندو ولا في اليابان اللي كينشي معناتها الناس اللي تمارس الكندو يعيطوا برشا كينشي اسمهم كينشي معناتها اللي بي انت تونسي عملت الكندو علاش هما عندهم طريقه السيف وانت طريقه شنو هو اللي ماشي له في اليابان كيما قلت لك سي ان سبور اللي كي بو اومني ابار معناتها les avantages معناتها الحاجات الايجابيه للجسم واني نحافظ على اللياقه البدنيه نتاعي والكل السبور هذا فيه بوكو معناتها الجانب التربوي معناتها اليابانيين يربيوا في اولادهم غراسو كندو بالكندو معناتها اكل الديسيبلين اكل احترام لي بوتي معناتها الاولاد الصغار كيدخلوا للدوجو قبل ما يبدا الواحد يلزمهم يمسحوا الدوجو نتاعهم معناتها سا بو ابورتي برشا حاجات على الصعيد التربوي والنفسي والبسيكولوجي فنحن معناتها في البروجي نتاعنا طبعا ديك نحكي على لي بروجي نتاعنا في الكندو في تونس انه نحبوا نركزوا برشا على الجانب التربوي معناتها فما صغيرات جايين معناتها يجيو كي نحبوا اودولا نحبوا ندخلوا الكندو في لي ليسي وفي لي زيكول باش اونتر لي زور كروز التوانسه التونسيات البنات والولاد يبوف سو ديفولي اما تحس معناتها الماتريال نتاعهم غالي كوميم نو ومش موجود ما تصورش عندنا في تونس نحن عندنا لابوي نتاع الجامعه العالميه في اليابان اللي هي قاعده تمد فينا بالماتريال هذا اي بعطيك شتولي تحب في لي زيكول بريمير وكل شيء يظل نحن مستعدين نحن تو عندنا حاليا عندنا رابطه الوطنيه التونسيه للكندو اللي هي لاهيه بالديفلوبمون تاع الكندو في الجمهوريه التونسيه ونحن معناتها لو بروجي نتاعنا عطينا التوانسه يقتنعوا ويحبوا الكندو ويعجبهم الكندو. جوستومون لا كيستيون سامحني اسكو فما برشا توانسه توا يبراتيك لو كندو؟ توا باش ننتقل للكندو في تونس، الكندو إلى ديماغي افيك العبد لله اون 2012، انا جي براتيكي لو كندو في فرنسا وقت رجعت لتونس اون 2012 جي كريي معناتها عملت اول جمعيه نتاع كندو في الجمهوريه التونسيه اللي اسمها الجمعيه الرياضيه للكندو مبادره خاصه بدات فوالا الجمعيه الرياضيه بدات تنشط اون 2012 في المركب الثقافي والرياضي نتاع المنزاسيس افيك لابوي نتاع الجامعه العالميه للكندو اللي مدتني باليزيكيبمون بديت الراني من بعديك التحقوا بيا برشا وليدات واسسنا سكون ابل معناتها تقعدنا نخدموا تحت الجامعه نتاع الجيدو وبعديك اسسنا الرابطه الوطنيه نتاع الكندو اللي هي لاهيه بالديفلوبمون دو كندو باش نمشي معاكم ابعد من هكايا معناتها في لابس دو تون قصير بالكل تمكننا انه نمشيو لدو شامبيونا دوروب عملنا فريق وطني ومشينا اون 2016 و 2017 شامبيونا دوروب تونس يقول قايل نحن اش مدخلنا في شامبيونا دوروب ايبا بور انكوراجي العالم العربي والعالم الافريقي ابغاتيكي لو كندو دخلنا في الجامعه العربيه تمكن من الجامعه الاوروبيه تمكننا انه ندخلوا تونس في الجامعة الأوروبية سبحان الله من غير ما نتو لا أنا باش نمشي معاك بعد كي في لابس معناتها اون بوانيي دو باسيوني دو كيندو كيس كيلزون رياليزي في الدومين هذايا أليشيل انترناسيونال فهمني التوانسة أكثر من اللي عملناه في تونس مالوغوزمون مي
وصلنا السنه ملي كنا اون 2012 جمعيه واحده وصلنا توا عندنا خمسه جمعيات. باش نعملوا لو 24 باش نعملوا البطوله الوطنيه التونسيه. عاد نكملكم مشينا دو شامبيونا دوروف هزينا دراب بتونس ولعبنا مع لي زوروبيان اليوم يتسماو عندهم 20 سنه و30 سنه دو براتيك و يل براتيك لو كيندو اون بروفيسيونيل وتمكننا ابخي معناتها خاطر عملنا برشا ستاجيات جبنا بوكو ديكسبير من برا وعملنا برشا ستاجيات سكي ايتي فيو بار لا فيديراسيون انترناسيونال وقت اللي طلبنا قدمنا الدوسي هكا كبروا للفيديراسيون انترناسيونال وتمكننا انه ندخلوا تونس للجامعه العالميه. تونس توا البلد الاول اللي في الجامعه العالميه نتاع الكندو وباش نمشيو اون 2018 لكوري دو سود بور بارتيسيبي او شامبيونا دو موند دو كندو. فينا شهر 52 دولة تونس البلد الأول اللي يدخل العربي ملسي سوفيان كان تورينا كيفاش الكندو هذه مع جماعة عندنا دو كومبيتيتور دو ليكيب ناسيونال كي فون باش يعملوا لنا بيت ديمونستراسيون. ديجا فما في الكندو فما الجانب لو سيريمونيال معناتها الجلسة وكيفاش باش يحط الكاسك و فوالا ils vont poser معناتها الفولارات على على الواحد على الروس ومن بعد يحطوا لي كاسك. اذا هكا تصير في الكومبيتيشن يعملوا هكايا فوالا في الكومبيتيشن حتى في لي زونترينمون فما معناتها الجانب الطقوسي اونتر غيومي. وين نقول اليوم الكندو شو اسمه؟ لكنشي اما ليه هو قالك طريق السيفه ضد طريق القلقال جينا او طريق القلقال شيء ب اذا هكا يا فوالا جوست نبداو باللي كلكو كوب معناتها دو باز ومن بعد كنوريكم لي بوين جوست فيت في عليزي لي الكاسك اسمه من اسمه من كونتون معناتها وقت نضرب الراس عندنا كات فراب وقت نضرب الراس الفو دير من معناتها نسمي البلاصه اللي باش نضرب فيها لكن سا سوفي با اني نضرب البلاصه اللي باش نضربها باش يتماركا لو بوان الفو سكون ابل لو كيك اند تاي لو كيك اند تاي معناتها العيطه بور امبرسيوني باش نوري الواحد نتاعي الضربه وضربه الساق لو كي ضربه الساق والاختراق معناتها جو تاب ونعيط او ميم طون ومن بعديك جو باس وجو باس يلزمني نقعد توجور في هي في اهبه الاستعداد اذا نضرب ونفشل ما يتحسبش لو بوين معناتها سي تري سي تري سي تري ديليكا مي بالونترينمون سا دوفيان معناتها حاجه عاديه جوست باش يوريكم كومبا صغير بالكل وضرب في اليد ضرب في اليد عندنا الضرب في الراس وضرب في اليد اللي اسمها ليغون اسمهم كوتي والضربه في البلاسترون اللي اسمه دو معناتها كون جو فراب نضرب نقول دو فوالا هذايا دو مان كوتي ونضرب لهنا فما بروتيكسيون لهنا اللي هو معناتها الضربه هذه بور لي او غرادي معناتها الناس اللي متقدمين برشا اللي هي السكي فوالا جوست ايل فون فير 30 سكوند ان بتي كومبا اليزي لي جميل ils ont كل واحد الى سيي باش يضرب الراس مي لي زاربيتر هما اللي باش يحددوا شكون اللي ضرب الاولاني يا مي توا
جو فوز انفيت افونيغ توشي معناتها تجيو تشدوا الشينا وتجربوا عليهم ال اجاو 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 قبلهم قبلهم إنا نحب نضرب أيوب لا أيوب كان يشرف في قبل الحلقة نحب نضرب أيوب ولا نحبكم تقمروا وتضربوا لهنا أوكي مي سيغتو نحبكم تعيطوا نحب وقت تعمل ضربة تقول حد العياط مريق مي هذه الفخمانة فوالا شد لي باليمين مي وساق اليمين القدام وساق اليسار التالي وتي سي دو فيزي شو تقول له شو تقول له ايوب الكاسك اسمه مي هو كيفاش يدافع على روحه باش ما يدافعش على راسي اليوم باش يخليكم تضربوهم اليوم باش يخليكم تضربوهم ها وخويا عيطها كيما نعرف انا وتضرب لهنا مين مين شد يعطي مين ضربة مصدومة لاباس خويا مريقل انا عملت ضربة الساق راهو ميرسي بوكو سي سفيان ميرسي بوكو احنا ناخذ ريبورتاج سوزام ونرجع فلاح منطقة بير سبيل معتمدية الشبيكة طونا تجربة في زراعة المنستير كنت نصنف خارق للعادة جربنا منه 150 كيلو في الهكتار وفما فرق بينه هو والزراعة اللي مزروعة مع بعضهم في 20 جانفي فما 15 قنتار فارق بيناتهم زرعين 150 كيلو في الهكتار فما في خلاف كبير بينه وبين شتل الاخرى اللي نعطيه 200 حتى 250 كيلو في الهكتار عطاروا مخير منهم برشا فهمتني وزراعة خارقة للعادة كنت في رمضاني فلاح منطقة عبيدة الشرقية كانت لي تجربة عن نول مع الفاريتين تاع الشعير الجديدة هذه مركير تاع شركة سوزان زرعت تقريبا قنتار في الهكتار وكانت مردوديته تبارك الله عالية باهية فاتت تقريبا 60 طالب محمد الحبيب اللجمي أصيل منطقة القيروان الجنوبية العماد ترقدة رئيس تعاونية السنبلة أنا كفلاح زرعنا من البذور الممتازة سوزام عطينا نتائج ممتازة وباهية ومضى بينا جينا سنة معناتها بدري شوية بدري ما نقصد فيه وقت الافتتاح موسم الزراعي أي 15 نوفمبر تعطي الكمية هذه نتوقعها النتائج متاعها تزيد أكثر من عام نول اللي وصلت حفل 60 وبالنسبة للزراعة زراعة نظيفة ما فيهاش سنابل زايدة ما فيهاش وسخ ما فيها حتى شيء نحن كفلاحة كشركة تعاونية عنا مجموعة كبيرة برشا من الفلاحة توم قايدة أسماها وتستنى في الزراعة في أقرب الأجال وأقرب الأوقات بيان سور كيف نقولوا سوزام نقولوا البذور الممتازه نقولوا الفرينه نقولوا المقرونه نقولوا الكوزينه والسميد والجو اللي هو اليوم الزدر اللي هو اليوم الزدر انا والسميد شيخ الحاج باه خلينا نبداو مع شفا فتحي نشوفوا شنو حاضر حاضر باش تجي معايا محسوب بيان سور تجي معك الدره وحبيبانا فتحي حبيبه يا حبيبه يا تحب الحلو فتحي نحب الحلو باه فاطمة اليوم مش نعمل لكم محنشة هو راهو أصلها مغربية لكن التوينسة خذوها ويلون غو فيزيتي وردوها فيها برشا أساليب أنا المحنشة اللي نعرفها هي فاكية وملسوقة ويحطوها يعبيوها يبرموها ويبدوا يدوروا 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 حتى تولي صينية كبيرة يطيبوها يشحروها التوينسة خذوها فما برشا تقاليدة
عملوا منها محنشة أنواع اللي هي خلطوا حمص وفاكية ويخدموها صوابع غريبة حمص مرحي حمصية متاعنا أي حمص وفاكية ولا حمص وبوفريوة ويعملوها محنشة لكن هذه شبه محنشة خاطر باش نعملها صوابع حملت هونية رطل ونص لوز عليهم نص رطل بوفريوة حمرتهم الكل ورحيتهم باش نحط عليهم 100 غرام سكر غلاس السكر غلاس على خاطر هو اللي يلبق اللوز ويخليه يعجن ما غير ما يزيت خاطر كيما نحطلوش شويه سكر غلاس راهو اللوز والبوفريوة تزيت ما عادش نجم نستعملها هنايا عندي شويه ورد وحل باكوفاني سمارتشيف يفوح برشا زيد تعطيني باكوفاني سمارتشيف هنايا باش نحط شويه ورد وزهر مع بعضه خاطر بنين في اللفاح نتاع اللوز يفوح يخرج المطعم نتاع الفاكهه فهمت وباش نحط باكو فاني سمارتشيف خاطر الفاني تفوح ياسر مع الحلو العربي تعطي نكهه اخرى هي الفاني نوارد توت فاسون لوكيدي تخرج العرق نتاعها تعطي منه معناها الفاني الوغ كي باش تدخل هي مع النوار مع الورد مع الزهر ماهيش باش تتغش باش تطلع نواره مش محنشه تطلع نواره مش محنشه فوالا الوغ نعجن بالسياسه بشويه ماء دوبليش اول نواره تقطفها هذيك هي تطلع عندي انا في الفاكهه هذيا والنواره باش يقطفوها مي اون توكا انا معناها تعلمت تخليط الفاحات هذوما كي تعلمت الحلو اللبناني يحطوا ياسر يفوحوا فاحين ثلاثه مع بعضهم وصدقني نكهه بنينه برشا احنا استنسنا في تونس نفوحوا حاجه برك يقول لك الزهر يا نسري الزهر ما يمشيش مع العطر شيء والعطر شيء ما تمشيش مع الورد خلطوا فواضل نتاع الواحد على خاطر انا كي لقيتهم يحط ويخلطوا زهر وورد ولا زهر وعطر شيء ما يفوحوش ياسر بالعطر شيء اكثر حاجه زهر وورد لقيتها حاجه بنينه برشا النوار يتلم مع بعضه طب انت زدتوا ماء هذا زدتوا قاعده نزيد فيه بشويه بشويه في الماء اي باش نعجنوا سخطتك بالزهر والعطر شيء وكل شيء فيه زهر وعطر شيء قداش نحط بكش يطغى المطعم عليهم ما عادش يعطي ما عادش تولي بنينه وهي باش تيب في الكوشه دو توت فاسون الماء باش يتيح باش يشيح باش يولي ايفابوري ما عادش فيها ريحه فما عادش فيها بلل وباش تتشحر ومن بعد شويه تدهن دهنين بالشحور اللي قعد لي البارح من الصامصه توا من بعد باش نوريكم كيفاش ارجع لايوب ومن بعد باش نوريكم كيفاش نعبي جوست الملسوقه لازم نرجعوا لايوب لابد 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 للبومه من غادي رحتك لابد 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 للواي لابد لا تؤجر عمل اليوم الغادي قرا فيها لابد للبومه من غادي هذيك هي الوغ لابد غادي تعطيه الكلمه لا لا لابد من غادي اي لابد يقرا فيها لابد يعطيك بومه تندرك لابد للبومة مغاد أيوة لابد للبومة دونك اليوم شربة لابد للبومة شربة هذه زمنية باش نعملوا اليوم الزدر الزدر هذه عبارة على مرقة متاع طماطم وفحات مع بعضهم يعملوا لهم الليزون بتاعهم ولا ينشيوهم باش بالسميد السميد هذه بالبذور الممتازة صحيتي سلم بنتي حافظة درسك دونك هكا نشوفوا هنا خذيت أنا شوية زيت زيتونة حطيت فيه شوية طماطم دشة بالثوم من عند سفير طماطم هذية نقليها شوية وزدت نزيد معها شيشة ثوم هذه المهرس العجيب هذه مهرس على الدين السحري شدي هيك شوية ثوم هنا الحب الثوم راه ولا الزدر أنا باش على الدين على الدين يحب الثوم هاي سدي دونك هنا باش نزيدوا الهريسة العربي الهريسة الدياري الحاضرة من عند سفير يحب الهروس زادة أنا باش نعملوا كذاب مانيش نعمل فيه لا مرقاز لا حتى شيء دونك نخليه هكا يتقلى مع بعضه ونفوحوا شويه تابل وكرويه وشويه ملح وفلفل اكحل دونك نفوح هل الزدر نتاعي اللي يحب يحط شيء شكركم ما يكثرش دونك نخلوه يتقلى هكا شويه ومن بعد نمرقوه بالماء لا ونخليه يغلي شويه دوب لا يبدا يغلي هو ناخذ انا السميد نتاعي اللي هو سميد متوسط كيف ما قلنا باش نحلوه في شويه ماء ونشيو به المرقه هذه نتاع الطماطم اللي عملناها والثوم والهريسه الدياري الحاضره من عند سفير وزدنا عليهم تشيشه ملح شويه فلفل اكحل شويه تابل وكروية شويه كركم كيف ما قلت في الاخر انا الكركم نحب نزيده ديما في الاخر كي تبدا هي تغلي وقتها نشي السميد نحل اش معناها نشي نحلو في الماء
مش يولي دردر لا لا ندردروه في الماء احنا نقولوا هذاك ونصبوه على المرقه هذه وهي تغلي ونحرك نحرك بفرد وقت ما نكثرش برشا باش تجي شربه ليكيد جاريه شويه وبنينه ومن بعد يعني. باش نزيدها ليمون وكبار هذو مزوز باش نزيدهم في شطر الطياب معنا باش ما يعطونيش المراره برشا الليمون هذايا باش نقصه سيور سيور صغار احنا نقولوا اون جوليان دونك ثم اللي يزيدوا النعناع في الاخر وثم حاجه اخرى قالت لي عليها فتحيه شيف فتحيه اللي كونوا زدر عندهم هنا في تونس يزيدوك عظيمه على عدد الناس يا اخي ناخذوا عظيمه مليحه نحلوها في صحفه ونهبطوها بشويه بعد ما تطيب السميده نتاعنا في الاخر باش تقعد مروبه ونطفيوا عليها وكي نغرفوا باللوش قالت لك تحط عظيمه مع الشوربه نتاعك في فرد صحن على خاطرها هي سورس دي بروتيين اللي باش معناها يعوض الحمض صار في بالوش ايوب اللي انا وقتها خدمتها زدر بال شو اسمه الكعبر كعبر السميد كعبر زدر بكعبر السميد طيب لا طويل هذا اي هو فيه عده وصفات انا الوصفه هذه نعرفها احنا نعملوها هكا بالضبط نعملوه بالسميد وكا ومن غير عظم نحطوا فلفل طرابلسي زاد في الاخر فلفل طرابلسي اللي هو برعبيد طرابلسي باهي اوكي هكا فما زيد ديجا في سفير فما اسمه بيمون دو كايان لا ما نعرفوش بالفرنسي احنا هو بالانجلي ممكن اسمه برعبيد نفسه نزاع الفلفل المزيان هذا صغير دونك هذايا الزر نتاعنا بعد شويه مع بعضنا ان شاء الله باش نشوفوا طاجين رولي باش نعمل طاجين رولي بالقوتا وباش يكون في قلبه الجامبون من عند مليحه الجامبون هذايا باش نعملوا كونكاسي معاه معدنوس ومعاه فرماج رابي ونلموه بعظيمه من عند مليحه نخلوه على شيره ونحضروا فارس اخر بالقوته والجبن ونفوحوه ملح فلفل حتى نشوفوا مع بعضنا شنو في قلبهم باش يجيو رولي وكيفاش باش يطيبوا في الكوشه ولا رولي ولا غولي كي در نو نو غولي نو كيما حبيبه حبيبه غولي تستعمل غولي عرفت غولي دونك هذايا الطاجين نتاعنا بعد شويه ان شاء الله فتحيه وصلتك رولي حتى هي استنى ورقه شايحه يلزمني خاطر تخلطت عليها الملسوقه باش نوريكم كيفاش تطويوها نعمل فتله لوز وبفريوه جويده ونحطها في شطر العجنه ونخلي الجناب فايتين شويه نلمهم بالطبيعه نلصقهم هكا وكي نحط هكايا ونتويها تتسكر على نبرم برمان فوالا نبرم برمان ونكبس هكا تتسكر على الملصوقه نتاعها ما نعملوهاش هكا الكل فور هذاك لا لا كل فور لا حتى شيء فارينه تلهوث تشد بقعتها مريقل جست حاجه بركه هذايا قلنا لوز وفريوه معاهم شويه سكر شويه ماء ورد وعطرشيه حطيته وشويه سكر فاني من عند مش ورد وعطرشيه ورد وزهر ورد وزهر سكر فاني من عند سمارت شيف وشويه ماء عجنتهم شدوا روح نعطيك الصحه وعملت الملسوقه زينتها بشويه زيت زيتها بزيت سفير البلو خاطر ما فيهش ياسر مطعم وتوا نقعد نطوي هذوما ونلصقهم لبعضهم كل كعبه تشد اختها حتى لازم نكبسوهم مليح مليح وقت يسكروهم نكبسوهم ومن بعد يطيبوا في كوشه 180 وقت اللي يخرجوا يلصقوا بعضهم نغمه يلصقوا بعضهم نغمه باهي احنا نخليو جماعه يحضروا الزر والغولي الغولي الغولي مرحبا بك شنو احوالك سيدي نستقبل بيان سور سي الحبيب اللجمي فلاح من جهه القروان سي الحبيب انت استعملت البذور السوزام البذور الممتازه انا الحبيب اللجمي عندي شركه تعاونيه في الحي الصنبله بالقيروان النشاط نتاعها زراعه كبرى وخضر وغلال وزراعه طبيه وعطريه عندي مسيره كبيره في تجارب الحبوب مع بنك الجينات ومعاهده منظمات دخلنا في تجربه جديده مع سوزام في البذور الممتازه وكانت التجربه جيده وباهيه نحن جربناها خاصة نحن منطقة سقوية القيروان تعد 22 ألف هكتار سقوي وشفنا مع الفلاحة متاعنا وردنا لهم البذور هذية وسمعنا لها الكلام معناتها حاجات باهية وسمعة باهية معنا عند المعهد الوطني لزراعة الكبرى وجربناها وكانت فرصة طيبة واحد وسنا جربنا بوديدير اللي هو زرعناه نحن ما نعمله في التداول الزراعي عن الخضر والواحد بعد الخضر زرعنا البوتدير لانه السيكل نتاعو في الانتاج قصير اقل زرعناه في جانفي وطول حق على الحبوب الاخرى واستعملنا المونستير زاد مشات النتائج نتاعو باهيه وطيبه شفتوا مونستير على خاطر المعلومه اللي عندي انه هي معناها تقبل السخانه والمناخ نتاع القروان هكا ولا تقبل بالنسبه للقيروان بالنسبه للقيروان هي بالنسبه للمونستير معناتها مشات باهيه ما روندمون نتاعها باهيه وتجدر وبالنسبه للبوتدير
صالح ياسر القيروان لانه هو المده السيكل نتاعو قصير وقت اللي في الانتاج نتاعو عطى روندمون باهي، لان نحن نعملوا نركزوا على التداول الزراعي في القيروان، معناتها نزرعوا فلفل طماطم خضر اخرى بعد الفلفل زرعناه ديريكت في جانفي، معناتها زرعناه في جانفي وخلط وعطى نتائج طيبه، لكن اللي هي الكلفه برشا كلفه نتاع الفلاحه ولات معناتها كلفه معناتها باهظه وكلفه غاليه والزراعه غاليه على خاطر مش مدعمه مش معناتها يلزمها دعم الدوله الدوله معناتها الدعم البذور هذه والدعم كما مدعمين البذور الاخرى معناتها انتم صرفتوا برشا باش خذيتوا البذور هذه هي بالطبيعه هي غاليه يلزمها تدعم لان هي ما دام البذور هذه خذت ترخيص من الدوله وخذت الديسيزيون نتاعها باش تزرع لازم تدعمها معقول باش الفلاح ينجم روحه ويغطيه من الكلفه نتاعه هو الدوله كي مش دعم البذور مش دعم الفلاح تدعيم للفلاح لانه الدوله دعمت في حاجات اخرى فارغه ومش واصله الفلاح باسم الفلاح ولكن بينما البذور هذه لازمها باش تدعم البذور هذه بوتدير باش اتصلتوا انتم بجهات قلتوا لهم دعمونا باش نجموا نشوا حبوب والله نحن مضى بينا خاطر غاليه برشا يلزمها الدعم تو انا عندي 150 فلاح مخرطين معايا معناتها خذوا منها لكن سكوت معناتها بالنسبه للبذور الاخرى بذور ممتازه واللي يعجبك فيها بذور طيبه ياسر الخدمات اللي هي العنصر الاساسي في الفلاحه هي سرعه الكستيون دو طون نلعبوا على الوقت ياسر كي تطلب مثلا انا كشركه تعاونيه نطلب من سوزان باش تجيب لي زراعه تجيبها لي في وقت تجيب لي في وقتها تخلط لي الزراعه في وقتها نزرع في وقتي نحصل صابتي باهي النهار عنده حسابه معناتها بالنسبه للبذور والانتاج لان النبته كي تزرعها كي تاخذ اكثر وقت تجدر اكثر تعطيك روندمون اكثر بيان سور الروندمون دور انت والله اي باش نسالك توا على الروندمون والانتاج في القروين السنه في معناها المناخ كان معناها صعيب شويه شنو احوال الانتاج؟ بالنسبه للقيروان بالنسبه للروندمون ممتاز ان شاء الله نزلت بديت عينات وجات المطر النهارين جاتنا شويه مطر وان شاء الله نهار واحد جانفي مش نبداو في الحصاد ان شاء الله بالنسبه للصابه صابه تعبنا عليها برشا صرفنا عليها برشا فلوس وتعبت الناس وقامت معنا المندوبيه بمجهود طيب ما يراسها السيد المندوب في مقاومه البزويش وتقليع الشوك اللي عاش فيه البزويش حاسينه وحطينا اليد في اليد الكل مع فما شويه بذور طيبه وممتازه ونظيفه وكل شيء مشات الامور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عام خير عام صابه بالنسبه للقيروان هي بلاد استثمار مميزه ماذا بينا نحن لو مثلا تدعم البذور هذه معناتها نلقاو رواحنا معناتها والدعم راه من جيل الشعب الكل. انتم كفلاحه نعاود لك سؤال، انتم كفلاحه اتصلتوا بجهات معنيه معناها قلتوا لنا اجوا دعمونا راه سازام معناتها الحبوب نتاعها باهيه. طالبنا في عده اجتماعات بتدعيم الانواع الاصناف الجديده هذه البذور الممتازه. اي لقيتوا عباد تتفاعل معكم. باهيه مش نشوفوا كاو فماش حاجه اللي هي مضى بينا نحن العام الجاي نبداو ناخذوا بذور ناخذوها مدعمه مضى بينا مدعمه وراهو في صالح سامحني كيفاش تنصح الفلاحه باش يزرعوا سوزام كيفاش تقنعهم كيفاش تصير العمليه هي الفلاحه هي صارت انا سنه اخذت كميه كبيره من سوزام وفرختها ما فوق ال 100 فلاح وراه بعينه معناتها الفلاح راه ما يقنعوا حتى حد الا يا يراه صاحبه يا يراه بعينه وعجبته ولا ما زرعش منها السنه العام الجاي مش يزرع واللي زرع منها السنه مش يعاود معناتها قلت لك حسن الخدمات في جميع ما كي نقول لك الخدمات راهي تضم التصفيه نتاعها النقل نتاعها الامبلاج نتاعها اللي هو ظريف مش مثلا حتى صغير ينجم ينزل 25 كيلو ممتازه ياسر هذوما الكل ضم كلمه الخدمات انا كي قلت الخدمات راه ملي تبدا من اللي يزرعها لين توصل للمعمل اللي يصفاها المعمل لين توصل للفلاح هذه كلها معناتها مربوطه في كلمه معناتها توا هذه البذور هذه معناتها يلزمها الدوله دعمها يلزم فما دعم والدعم راه الدعم كي نقولوا هو دعم في الفلاح راه دعم في الشعب الكل لان قفه المواطن تابع الناس الكل الخبز ناكلها الناس الكل سواء من قمح من الشعير من خبز الناس الكل تاكل فيه راه كي مش نقولوا هو ندعموا راه مش ياخذها لحبيب اللجم ولا زايد راه مش المواطن كامل انت كي تعمل في السوق
تعبي قفت كل واحد. فما حاجه زاد يلزمها الناس تفهمها، الدوله تفهم فما حاجه يلزمها تفهمها كوزاره الفلاحه وكل دوله يلزم فهم. اول حاجه تعمل حساب قدش عندنا فلاحه شبان تو ذو شهايد عاليه وشب واحد وسنا زرعوا من الحبوب هذه وعجبتهم الفكره واندمجوا في ما عندهمش فلوس الدوله. اي ما عندهمش فلوس يلزم يلزم فما دعم. وفما حاجه فما حاجه يلزم الشبان هذوما الدوله ما تعرفش روحها قدش من عندها توا، حتى كي تبدا تخاطب فيك يخاطبوا فيك يخاطبوا في الفلاح بتاع الستينات بينما نحن نمشوا في 2018 الناس تعرف فما انترنت فما كل شيء يلزم تعرف من باهي ومن الدعاوي. فهمتني؟ هذه من الحاجات اللي هي الدوله يلزمها تركز عليها. يلزم باش تدعم هالبذور هذه خاصني يا خويا ما قلتلكش دعمني في حاجه، دعمني في البذور الا مش نصرح لك اللي كنت مشتكلها. وسورتو معناتها السي جلال العويني اللي هو الرئيس معناتها المدير كوا بتاع شركه سوزام يقول ديما راهو سناء الحمد لله فما صابة ويلزم الفلاحه ما يخبيوش من المحصول نتاعهم باش يزرعوها عام الجاي. راهو موجود موجوده البذور الممتازه موجوده. هي راهي في البذور الممتازه هذه ولا الاخرى. انا كنقول لك نعطيك راي في كفلاح نجم تعود له العام الاخر تعود له. اذا كان هو الفلاح عندنا طريقه نحن ناخذ السنه بذور ممتازه نحط كتار للروح كتار سيرفاس بتاع كتار لكن المنتج هذاك ونصفيه العام الاخر ناخذ باش نعمل الزريات هذه راهي من الدوله من الدوله مثلا السنه نزرع كتار باش العام الجاي نزرع 20 كتار متفاهمين يعني اذا كان انا مش نكثر ناخذ كل فلاح اذا كان يدعم توا نحن عندنا 22000 هكتار سقوي يكون مثلا يكون نحن اذا كان نزرعوا منهم مثلا نزرعهم كل من البذور الممتازه ومن البذور الجيده انا الناس الكل مش ناخذوا بعضنا مش تربح. لا الناس الكل مش تربح، الفلاح مش يربح من جهه انت طيب على خاطر واللي فما كثره فما فلوس تدخل روندمون باهي والمعمل يخدم والناس الكل مربوطه والمعمل الدوله بيدها تنقص من العمله الصعبه من التوريد بالنسبه للدوله تنقص من التوريد. ثاني حاجه كل واحد كيما يقولوا فيها عندنا الفلاحة عندنا كلمه يقولوا كل حاجه في جرتها تلبس هذا المعمل هذاك عنده خدامة عنده واحد فما رؤية زاد يلزم يخزروا اللي إذا كان ما نوفروش نحن الحبوب في تونس رانا مش نوردوا بالديفيز. فوالا راهو إذا كان الدولة مثلا ما توفرش وما تدعمش البذور هذه وما تدعمش الفلاح ودعم المجموعة الوطنية راهو مش ترسل كنت تجيب فيها بالديفيز البر إذا كان بالديفيز خير لهم صح عليهم. ميرسي بوكو سي الحبيب اللجمي فلاح يستعمل في البذور الممتازة سوزام. سي الحبيب ملي قعد معنا ويحكي قال يا دولة يعيشكم راهي البذور هذه راهي ممتازة وماهوش معناها هو عن تجربة يحكي هذه معناتها في الحكاية هذه نتاع السوزام قال لكم ماذا بينا تدعمونا احنا كفلاحة وانا نضم صوتي لصوتك سي الحبيب ونقول علاش ليه الفلاحة الكل يمشيوا ويشوفوا وزارة الفلاحة ومعاكم بيان سور شركة سوزام ويشوفوا على عين المكان المزروعات اللي عملتوهم والحبوب. نشوف عندنا مندوبية قاعدة تراقب ما نقولكش لا يراقبوا ويشوفوا يتبعوا في المنتوج وعجبتهم المنتوج قرارات قاعدة حابسة ما نعرفوش مناش وبالرغم اللي نحن رانا فلاحة قاعدين نخدموا ونطوروا وماذا بينا الزراعات الجديدة هذه تدخل ونشوفوا مخير ديما نتبعوا مخير يا خويا دعم المنتوج هذا وخلي الفلاح يختار بين القديم وبين الجديد الصالح راهو يفرض أموره في السوق. واثنين مثلا أنا كالحبيب اللجمي دخلت زراعة أنا وسي الباحث سي المرواني سي أحمد المرواني هي الكنوا نوردوا فيها دواء بالديفيز هل النجم بالعملة هي تبع سوزام؟ والله ان شاء الله مش نعملوا كونترا مع المنظمه مع ميرسي بوكو سي الحبيب اللجمي احنا نخرجوا بوبليسيتي ونرجعوا.